وقد نظمت هيئة الكهرباء والماء فعالية يوم البحرين الرياضي برعاية وحضور سعادة وزير الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة، حيث أشاد سعادته بالتوجيهات الصادرة من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر والتي جاءت بمبادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك لشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتخصيص نصف يوم عمل لممارسة النشاط الرياضي لما له من تأثيرات إيجابية من جوانب عديدة، فهي تسهم في زيادة الوعي بأهمية ممارسة النشاط الرياضي والثقافة الرياضية والصحية في حياة المواطنين وتعود بالصحة على المواطنين. شكل نوع من الألفة والصداقة بين المسؤولين والموظفين 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 في مواقع غير مواقع العمل، يعني هاي الموقع مريح ما في توترات عمل فتزيد الألفة بينهم. ولذلك نحن نشكر صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على هذه المبادرة الرائعة، وكلنا سعداء.